بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنبدأ شرح العلوم الصحية للصف الحادي عشر المتقدم. أول واحدة عندنا بتتكلم عن الوراثة المعقدة والوراثة البشرية. احنا كنا في الصف التاسع المتقدم درسنا الوراثة بقى الطبيعية اللي هي الوراثة الخاصة بقوانين مندل وكده. فالسنة دي هندرس بقى الوراثة المعقدة اللي هي يعني من اسمها كده يعني شوية معقدة، يعني لا تتبع لقوانين مندل. فأول حاجة عندنا مندل طبعا أول لما طلع بالقوانين الوراثية بتاعته، لما أخد بقى النباتات البسلة في الحديقة بتاعته وبدأ يعمل لهم كروس أو تزاوج مع بعض، وبدأ يراقب الأجيال اللي طالعة وهكذا، وطبعا كتب الملاحظات بتاعته. فالقوانين بتاعته دي أهملت يعني لمدة تقريبا 30 سنة. 30 سنة محدش اهتم بالأبحاث بتاعته دي، ولا اهتم أصلا بالوراثة ولا بأي حاجة قالها مندل. بعد فترة في القرن العشرين كده بدأ بقى العلماء يهتموا بالوراثة. طبعا أول لما العلماء يهتموا بالوراثة فإيه إجا في بالهم مين اللي كان اخترع قوانين الوراثة أو بدأ قوانين الوراثة دي أو وصل لقوانين الوراثة دي، اللي هو مندل. رجعوا تاني كده يشوفوا اكتشافاته وأعماله، وبدأوا إن هم ياخدوها على محمل الجد وعلى محمل الدراسة. تمام. في الوقت ده إجا طبيب إنجليزي اسمه دكتور أرشبيلد جارد، اهتم بنوع من الاختلالات الوراثية. لأن في أشخاص بيبقى عندهم اليورين بتاعهم لونه أسود أو البول بتاعهم لونه أسود. بعد دراسة يعني لاحظ إن البول اللي لونه أسود ده ناتج عن اختلال مرتبط بنقص إنزيم معين. الإنزيم ده اسمه فينايل ألانين هيدروكسليز أو فينايل كابتينوريا. فالفينايل كابتينوريا ده نقصه أو نقص الإنزيم ده بينتج عنه بول أسود، بيسبب زيادة إفراز الحمض ده في البول، فبالتالي بيبقى لونه أسود. الحالة دي بتظهر في من أول الولادة وبتستمر بقى طول حياة المريض، وبتسبب بتأثر على العظام والمفاصل بتاعته، بتسبب مشاكل في العظام والمفاصل. فبمساعدة عالم آخر مع أرشبيلد اكتشفوا ان الخلل الوراثي ده خلل متنحي. يعني ايه متنحي؟ يعني لازم يكون عند الشخص التو أليلز زي بعض، التو أليلز دول زي بعض او متماثلين، علشان ايه؟ علشان يبقى المرض يظهر على الاشخاص نفسها. تمام. فكده لو تفتكروا الصفات المتنحية والصفات السائدة، الصفة السائدة اللي بنعبر عنها بالحرف الكابيتال، والصفة المتنحية اللي بنعبر عنها بالحرف سمول. فعشان الصفة المتنحية دي تظهر على الشخص لازم التو أليلز أو الجينين يبقوا الأليلين دول يبقوا متماثلين. تمام. لكن لو حرف بنعبر عن الصفة بحرف كابيتال وحرف سمول، فيبقى الشخص ده غير مريض ولكنه حامل للمرض، فبنسميه ايه؟ ناقل. ناقل يعني ممكن بعد في الجيل الجاي او الجيل اللي بعده ينقل المرض ده للاجيال القادمة، فبالتالي بنسميه ناقل. فهنا علشان يظهر الاختلال ده فقلنا لازم اللي هو اختلال متنحي، فلازم يكون عند الشخص القليلين بتوع المرض دول موجودين. نفتكر مع بعض الكائن اللي عنده القليلين متماثلين لصفة معينة بيسمى متماثل الجينات لهذه الصفة. يعني اللي عنده القليل مثلا صفة اللون الأصفر في البازلاء، ده كده القليلين متماثلين، يبقى هو اسمه متماثل الجينات. وطبعا اللون الأخضر في البازلاء كان واي سمول واي سمول، دول برضو قليلين متماثلين، يبقى هو متماثل الجينات. طيب الغير متماثل بيبقى عنده قليلين مختلفين، ده بيبقى اسمه غير متماثل القليلات او هجين، بيبقى الطراز المظهري بتاعه سائد اللي هو اللون الاصفر برضه، وده الطراز طبعا مظهري سائد، وده متنحي اللي هو اللون الاخضر. عندنا اختلالات وراثية متنحية. وقلنا يعني ايه متنحية؟ يعني لازم التو أليلز يظهروا على الشخص عشان يظهر عليه الصفة.
فهنبدأ بأول حاجة، نسيب الجدول ده للآخر يبقى ملخص لينا. نبدأ أول حاجة من الاختلالات الوراثية المتناحية في الإنسان، التليف الكيسي. التليف الكيسي ده منتشر ما بين الناس الموجودين في منطقة أو في بلد كده على حدود أوروبا وآسيا اسمها القوقاز، فهم الناس اللي ساكنين فيها اللي هم القوقازيين، ده أكتر ناس بيظهر عليهم مرض التليف الكيسي. التليف الكيسي ده بيؤثر في إنتاج إيه؟ في إنتاج غدد إنتاج المخاط، إنزيمات الهضم، وغدد التعرق. هو أصلاً السبب الرئيسي بتاعه عدم امتصاص أيونات الكلورايد في خلايا جسم الشخص المصاب بالتليف الكيسي. يعني هو الأساس بتاعه إن هو جسمه مش قادر يمتص أيونات الكلورايد. احنا المفروض لما بناكل اي حاجة فيها اي عناصر غذائية فجسمنا بيمتصها وبيتم هضمها وتمام، الموضوع بيمشي تمام. عند الشخص المصاب بالتليف الكيسي ايونات الكلورايد دي مش بيتم امتصاصها، ولكن بتخرج كده في هيئة افرازات مخاطية كثيفة. فالافرازات المخاطية دي طبعا بتأثر على الجسم، بتأثر يعني هي كثيفة كده وسميكة، فبتأثر بتغلق قنوات البنكرياس، بتعيق الهضم، بتسد الممرات التنفسية لأنها بتسد بتكون على الرئتين، بتتراكم على الرئتين. يعني نتيجة الحاجات دي ان هي بتغلق قنوات البنكرياس، بتعيق الهضم، بتسد الممرات التنفسية في الرئتين، فيبقى الأشخاص المصابين بالتليف الكيسي دول أكثر عرضة للعدوى. بسبب ايه؟ بسبب تجمع المخاط على الرئتين بتاعهم. حاليا مفيش يعني علاج واضح للمرض ده، ولكن بيدوا الفيزيكال ثيرابي والأدوية والأنظمة الغذائية، بيمشوا على دايت معين، حاولوا يقللوا من أيونات الكلورايد في الدايت بتاعهم، وتناول بدائل لإنزيمات الهضم، وكذلك بيتم بقى الخضوع لفحوص وراثية عشان يعرفوا إذا كان الشخص ده حامل للمرض، حامل يعني المرض يعني حامل للجين المتناحي ده. فده مرض التليف الكيسي ناتج عن عدم امتصاص ايونات الكلورايد اللي بتخرج من جسم الشخص في هيئة مخاط وافرازات كثيفة. تاني حاجة من الاختلالات المتناحية المهاق، الالبينو او المهاق. المهاق ده احنا عارفين ان في جسمنا موجود صبغة الميلانين، يعني هي اللي بتأثر على لون البشرة. في ناس لون بشرتها فاتح شوية فدي الميلانين عندهم قليل شوية، كل ما البشرة بقت اغمق كل ما الميلانين زاد في الجسم. يبقى الاشخاص اللي لونهم فاتح بيبقى صبغة الميلانين عندهم قليلة. طيب في اشخاص لونها فاتح جدا، لون البشرة بتاعتهم بتبدأ تبقى فاتحة جدا زيادة عن الطبيعي، ويبقى كأن جلدهم كده لونه شاحب، والبؤبؤ العين بتاعهم لونه وردي. ده بسبب ايه؟ بسبب غياب الميلانين في العينين، يعني البؤبؤ بتاعهم لونه وردي عشان الميلانين ما غايب في العين بتاعتهم. ده طبعا بيسبب مشاكل في الرؤية. طيب وجلدهم بقى والشعر بيكون فاتح جدا، وكل ده بسبب ايه؟ عدم افراز الكمية الطبيعية من صبغة الميلانين، فبيؤدي ان الاشخاص بتكون كده. يعني ده بيكون الفينوتايب او المظهر بتاع الاشخاص المصابين بالالبينو او المهاق. ده بيسبب زي ما قلنا مشاكل في الرؤية. يعني دول لازم بقى يبقى ليهم حماية خاصة من اشعة الشمس او اشعة الفوق بنفسجية تحديدا، لان اشعة الشمس دي بتأثر عليهم، ممكن لا قدر الله لو تعرضوا ليها كتير بتسبب لهم سرطان في الجلد. فاحنا عموما كلنا لازم نحمي اصلا جلدنا من اشعة الشمس الفوق بنفسجية، ما بننزلش في وقت الشمس الحارقة دي اللي هو في وقت الظهر، ده يعني بيبقى الشمس فيها اشعة فوق بنفسجية عالية، فاحنا ما ينفعش نتعرض للشمس في الوقت ده. ولو تعرضنا بنحط بقى سان بلوك وحاجات تمنع امتصاص بشرتنا او جلدنا الاشعة الفوق بنفسجية. ولكن الاشخاص دول لازم يكون برضو ليهم عناية خاصة اكتر من الاشخاص العادية في حماية جلدهم من التعرض للشمس. ده المهاق. تالت حاجة مرض تاي ساكس. تاي ساكس ده
مسؤول، أول حاجة هو موجود في الجين المسؤول في الكروموسوم رقم 15، يعني بيكون الشخص ده في موجود بقعة حمراء في مؤخرة العين بتاعته، يعني في الجزء الخلفي بتاع العين في بقعة حمراء لونها أحمر، منتشر في أشخاص في شرق أوروبا. تمام. هو بقى بيكون إيه سبب مرض تاي ساكس ده؟ غياب إنزيم مسؤول عن تحليل الأحماض الدهنية، في إنزيمات مسؤولة عن تحليل الأحماض الدهنية، هو بقى غياب إنزيم محدد اسمه جانجليوسايدز. فالجانجليوسايدز ده أصلا بيتكون بصورة طبيعية مع ولادة الإنسان، وبعد كده لما الدماغ تبدأ تنمو بيذوب الجانجليوسايد ده بصورة طبيعية. طيب في الشخص المصاب بالتاي ساكس بقى الجانجليوسايد ده مش بيذوب، ولكن بيفضل يتراكم على الدماغ وبيسبب تضخم في الخلايا العصبية الدماغية وبينتج عنه تدهور عقلي. ده مرض تاي ساكس يبقى هو ناتج عن ايه؟ عن غياب الانزيمات المسؤولة عن تحليل الأحماض الدهنية اللي هي اسمها الجانجليوسايد. بدل ما الجانجليوسايد دي تذوب عند نمو الدماغ، لا بتقعد تتراكم عند الشخص المصاب بالجانجليوسايد بالتاي ساكس. تمام. نيجي للجلاكتوسيميا. الجلاكتوسيميا دي خاصة من اسمها كده، خاصة بالعدم يعني اسبابها عدم قدرة الجسم على هضم الجلاكتوز. الجلاكتوز ده الناتج من اللاكتوز او تحلل اللاكتوز اللي هو في المنتجات الحليب، منتجات الالبان فيها اغلبها او هي فيها اللاكتوز، فاللاكتوز ده بعد كده بيتحلل يبقى جلاكتوز وجلوكوز، فالجسم مش بيقدر يمتص الجلاكتوز ده اثناء عملية الهضم، فبالتالي مش بيقدر الاشخاص دول يهضموا الجلاكتوز فبيصابوا بالجلاكتوسيميا. عشان كده يعني العلاج الواضح ان هم الاشخاص دول يتجنبوا يعني تناول المنتجات المشتقة من الحليب. تعالوا نرجع للجدول بتاعنا، الاختلالات الوراثية المتنحية في الانسان. تليف الكيسي، نسبة إصابة الإصابة بيه في الولايات المتحدة الأمريكية 1 من كل 3500 شخص. سببه زي ما قلنا تعطل الجين المسؤول عن إنتاج بروتين غشائي واللي هو كمان عدم امتصاص أيونات الكلورايد. الأثر بتاعه إفراز مخاط كثيف، فشل الجهاز الهضمي والتنفسي. لا يوجد علاج حتى الآن، بيتم تنظيف يومي للمخاط من الرئتين، وبياخدوا أدوية تقليل المخاط وبياخدوا مكملات إنزيم البنكرياس. المهاق 1 من كل 17000 شخص. لا تنتج الخلايا الصبغية كمية طبيعية من صبغة الميلانين. أثره إيه؟ انعدام اللون في الجلد والشعر والعينين، تعرض الجلد للتلف بسبب الأشعة الفوق بنفسجية، وطبعا مشكلات في الرؤية. ما فيش علاج حتى الآن، ولكن الوقاية، وقاية الجلد من الشمس والعوامل البيئية أكيد بتأثر على إن الشخص ده جلده ما يتعرضش للتلف وإعادة تأهيل الرؤية. الجلاكتوسيميا 1 من كل 50000 ل 700000 شخص. سببه إيه؟ غياب الجين المسؤول عن تحليل الجلاكتوز بيؤدي لقصور عقلي، تضخم الكبد، وفشل كلوي. مفيش علاج حتى الآن واضح، ولكن طبعا الوقاية بتاعته تناول وجبات خالية من اللاكتوز اللي هو بيتحول للجلاكتوز. مرض التاي ساكس 1 من كل 2500 شخص. غياب الإنزيم الضروري لتحليل المواد الدهنية اللي هو الجانجليوسايد. الأثر بتاعه تراكم ترسبات دهنية في الدماغ وكسور عقلي. ده طبعا بيؤدي ان الشخص ما بيكملش اكتر من 5 سنين، لان بيفضل يتراكم الجانجليوسايد ده على الدماغ فبيؤدي طبعا للوفاة. بس كده هنقف النهاردة عند الاختلالات الوراثية المتنحية، والدرس الجاي ان شاء الله نبدأ في الاختلالات الوراثية السائلة. لو في اي تعليق او في حاجة مش فاهمينها اكتبولي في الكومنتس. شكرا جدا.